السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في الجزء الثاني في مادة هندسة الكرات الزراعية، الأجهزة الهيدروليكية اللي موجودة في الكرات الزراعية. وقبل ما نبدأ حابين بس نفرق بين كلمة إيه، يعني إيه هو التحكم الهيدروليكي؟ التحكم الهيدروليكي ده عبارة عن إيه؟ بنقول التحكم الهيدروليكي عبارة عن نقل القوة والحركة من خلال السوائل. أنا هتحكم من خلال السوائل، وغالبا بيكون الزيت، يعني في نقل الحركة أو نقل القدرة. في عندي نوعين، في عندي هيدروستاتيك وهيدروديناميك. الفرق بين الهيدروستاتيك والهيدروديناميك، الهيدروستاتيك غالبا بتتعامل مع ميكانيكا السوائل الساكنة، يعني السائل بيبقى ساكن مش متحرك، في حين الهيدروديناميك بتتعامل مع السوائل المتحركة، يعني بيكون فيها بقى انسياب وضغوط وما إلى ذلك، زي مثلا التوربينات، يبقى المية بتعب أو الزيت بيدور توربينة، التوربينة بتولد تيار كهربائي. طيب الفكرة ببساطة شديدة عبارة عن إن أنا بيكون عندي وسيلة، يعني مصدر للقدرة. مصدر القدرة ده قد يكون محرك احتراق داخلي، وقد يكون محرك كهربي. ده في البداية خالص. طيب أنا عاوز أحوله إلى قدرة هيدروليكية، فهعمل إيه؟ لازم يكون عندي مضخة هيدروليكية، أو لو أنا هشتغل نيوماتيك يبقى كومبريسور أو ضغط. يبقى دي رقم واحد، وسيلة القدرة. بعد كده المضخة أو الكومبريسور، ده رقم اتنين. طيب بعد كده لازم يكون بقى للتحكم، يكون في تحكم في القدرة الهيدروليكية دي. أتحكم في التصرف، أتحكم في الضغط، ففي وحدة تحكم هيدروليكية أو نيوماتية، دي رقم ثلاثة. طيب بعد كده خلاص اتحكمت بقى في السريان بتاعي وفي الفلو بتاعي، هقدر أودي ده للأوبريتور أو اللي هو المستخدم بتاعي. أنا هستخدم القدرة دي في إيه؟ هل هشغل بيها أسطوانة؟ هل هشغل بيها محرك هيدروليكي أو نيوماتي؟ المستخدم ده يبقى أقدر أعمل القيادة، أتحكم في الاتجاه بتاعها، في القدرة بتاعتها وما إلى ذلك. يبقى في عندي مصدر للطاقة الكهربية أو الحرارية، ده بيكون محرك الاحتراق الداخلي. محرك الاحتراق الداخلي هيديني طاقة ميكانيكية، الطاقة الميكانيكية دي من خلال الكمبريسور هحولها إلى طاقة هيدروليكية أو نيوماتية. الطاقة الهيدروليكية دي هتحكم فيها وهبدأ أنقلها إلى المستخدم أو اللي هو الأسطوانة أو المحرك الهيدروليكي. بعد كده هتحول في هذا في الأسطوانة مثلا أو في المحرك الهيدروليكي إلى طاقة ميكانيكية مرة تانية. يبقى أنا عندي طاقة ميكانيكية في البداية وعندي طاقة ميكانيكية في النهاية. فالفكرة كلها إن أنا نقلت القدرة من هنا، من المكان ده للمكان ده، من المكان اللي هنا إلى المكان النهائي خالص، بس نقلتها مش عن طريق سيرين، طرتين مثلا وبينهم سير، ولا بين ترس وترس تاني، لا انا نقلتها من خلال الايه الزيوت. طيب في الغالب يعني القدرة بنقلها ازاي؟ ممكن انقلها عن طريق الهواء المضغوط، عن طريق التروس، عن طريق الكهرباء، محرك كهربي. يبقى عندي قدرة ميكانيكية، عندي مثلا محرك، المحرك دوت هياخد من العمود بتاعي على جنريتور، الجنريتور ده هيولد تيار كهربي من خلال السلوك الكهربية، هتتنقل من مكان لمكان. وبعد كده هبدأ أحولها مرة تانية إلى طاقة هيدروليكية، قدرة حركية أو طاقة ميكانيكية عن طريق موتور كهرباء عادي جدا، أو زي ما قلنا في السيور والتارات. طيب ايه اصل كلمة هيدروليك وايه اصل كلمة نيوماتيك؟ كلمة هيدروليك عادة جاية من كلمة هيدرو، هيدرو كلمة اغريقية معناها المياه. طيب نيوماتيك، نيوماتيك جاية من كلمة نيوما، ونيوما معناها التنفس، وغالبا التنفس بيكون هواء. طيب الأنظمة النيوماتية والهيدروليكية، يبقى الأنظمة النيوماتية لا تستخدم الهواء، الهيدروليكية لا تستخدم سوائل، وغالبا بيكون الزيت. ميزة الأنظمة الهيدروليكية إن هي مفتوحة مش مغلقة، يعني أنا مش محتاج أخزن زيت أو مش محتاج أخزن حاجة، الهواء هاخده من الهواء الجوي أشغل بيه النظام بتاعي، وبعد كده هطرده تاني مرة تانية للهواء الجوي.
يبقى انا هفرغ الهواء الجوي المضغوط في النهايه بعد الاستخدام للايه الهواء الجوي. طيب الهواء ده بعد يعني يبقى عندي كومبريسور، الكومبريسور دوت هقدر احرك بيه المكبس بتاعي، وبعد ما احرك بيه المكبس هطرده مره تانية. في حين النظام الهيدروليكي عندي زيت، يبقى لازم يكون في خزان زيت، وهفضل اعيد استخدام الزيت مره تانية، فلازم في مكان للايه للتخزين. طيب فرق تاني بين النظامين اللي هو ايه، ان الزيت غير قابل للانضغاط بينما الهواء قابل للايه للانضغاط. طيب الضغط نفسه، الضغط في الانظمه النيوماتيه اقل شويه من 6 لـ10 بار، في حين في الانظمه الهيدروليكيه ممكن يوصل ل 200 بار، وفي بعض الاحيان كمان ممكن يوصل الى 500 بار. وده طبعا بينعكس في القوه، احنا عارفين ان البريشر بيساوي فورس على اريا، وبالتالي اقدر اقول ان الفورس بتساوي البريشر في الاريا، فكل ما البريشر هيزيد كل ما الفورس اللي انا هقدر اتحصل عليها هتزيد، فمعنى كده ان القوة اللي انا هتحصل عليها في الانظمة النيوماتية هتكون اقل شوية من القوة اللي انا اقل كتير يعني من الايه من الانظمة الهيدروليكية. طيب يبقى القوة اول حاجة قلنا ان هي في النيوماتية هتكون اقل بسبب ان الضغط صغير. طيب بالنسبة للتحكم، التحكم نفس الكلام، ان الهواء قابل للانضغاط، معنى ان الهواء قابل للانضغاط فالتحكم فيها هيكون اقل شوية، فالدقة بتاعتي هتكون اقل، فالمشغلات النيوماتية دقتها اقل على عكس المشغلات الهيدروليكية دقتها اعلى. طيب مصدر القدرة، مصدر القدرة هنا انا عاوز اشتغل كومبريسور، اما في النيوماتية عادة هشتغل بايه بمب. طيب ايه تاني، السرعة بتاعت المشغلات، سرعة الاسطوانة مثلا او المحرك الهيدروليكي او المحرك النوماتي، في النوماتية سرعة المشغلات بتبقى عالية بينما القوة بتاعتها قليلة، التحكم فيها قليل، بينما المشغلات الهيدروليكية سرعتها قليلة بس القوة أعلى والتحكم إيه أعلى. يبقى أنا عندي محرك كهربي أو محرك احتراق داخلي، المحرك ده هيشغل مضخة أو كومبريسور، الاتنين دول هيطلع منهم إيه؟ هيطلع منهم ضغط وتصرف، الضغط والتصرف دول هوديهم إلى أجهزة تحكم، صمامات بقى وما إلى ذلك. طيب شيك فالف اللي هو صمام تحكم في الضغط، صمام توجيه، صمام تحكم في التصرف اللي هي بنسميها أجهزة التحكم والضغط، المخرج بتاعي اللي هو الزيت أو الهواء المضغوط هيروح لأسطوانة أو محرك هيدروليكي. الأسطوانة أو المحرك الهيدروليكي دول هم عبارة عن الأجهزة النيوماتيكية، الأجهزة الميكانيكية اللي هت إيه اللي هتأدي العمل. طيب في عندي مميزات لكل نظام، مميزات مثلا النظام النيوماتي اللي هو بيستخدم الهواء فيه دوت، إيه أهم مميزاته؟ طبعا أبسط حاجة إن الهواء ده ممكن أحصل عليه في أي مكان، إن أنا أقدر أنقل الهواء المضغوط مسافات بعيدة، الهواء المضغوط قابل للتخزين، مش محتاج أتخلص من بقايا الهواء المضغوط، أنا هسربه للهواء الجوي من غير أي تلوث، يعني عدم التأثر اللزوجة بارتفاع الحرارة، بالعكس إن الهواء يعتبر ميزته إن بارتفاع درجة الحرارة اللزوجة هتزيد مش هتقل على عكس الزيت. مفيش بقى خايف مثلا إن الزيت يتحرق أو إن هو يحصل انفجار عندي، لأ الهواء مش هيحترق ذاتيا يعني، فدي تعتبر إيه آمنة في المناطق الحارة أو السامة أو اللي فيها إيه متفجرة. طيب الهواء المضغوط يعتبر مادة نظيفة مش ملوثة للهواء الجوي، الأجهزة بتاعته رخيصة نسبيا. طبعا احنا لسه قايلين من شويه السرعه بتاعته عاليه. طيب الاجهزه بقى الهيدروليكيه مميزاتها ايه؟ مميزاتها طبعا في الايه، في القدره الكبيره اللي انا هقدر ايه احصل عليها منها، القدره التحكم العالي اللي انا هقدر احصل عليه منها، الاسطوانات بتاعتها والمحركات بتوفر امكانيه الايه الدفع في حاله التوقف تحت تحميل كبير. وطبعا هنتكلم يعني ايه الجزء ده
ممكن أتحكم في عكس الحركة عن بعد، يعني ممكن بريموت كنترول أو بأجهزة تانية أقدر أتحكم في الحركة وعكسها. العمر الافتراضي بتاعها كبير. طب ليه العمر الافتراضي كبير؟ علشان ده زيت، الزيت دوت بيقدر يساعد في تشحيم وتزييت الأجزاء اللي المتحركة، وبالتالي التآكل هيقل، وبالتالي العمر الافتراضي بتاعها هيزيد. طب العيوب بتاعتها؟ العيوب طبعا لو حصل تسرب للزيت اللي هو ضغطه عالي دوت هيسبب ايه، خطر كبير. وممكن كمان عدد درجات الحرارة العالية يسبب في الاحتراق. طبعا الزيوت غالية نسبيا عن الهواء اللي أنا كنت بحصل عليه من الهواء الجوي بدون تكلفة. الزيت اللزوجة بتاعته بتقل مع درجة الحرارة، مع ارتفاع درجة الحرارة. طيب يبقى استخدم ده امتى واستخدم ده امتى، يعني امتى استخدم النظام الهيدروليكي وامتى استخدم النظام النيوماتي. لو انا عايز سرعة عالية وضغط متوسط او صغير وتحكم قليل هستخدم النيوماتي. طيب لو انا عايز ضغط كبير وتحكم عالي يبقى هستخدم الايه، الهيدروليكي. طيب لو انا عاوز ضغط متوسط وتحكم متوسط في الحالة دي ممكن استخدم النيوماتي وممكن استخدم الايه، الهيدروليكي زي ما يعجب. طيب المكونات الأساسية للايه، النظام بتاعي، يعني دلوقتي الأنظمة دي كلها سواء النيوماتي أو الهيدروليكي هيتكون من ايه؟ هيتكون من أجزاء محددة. الأجزاء دي ببساطة شديدة خزان، هخزن فيه الزيت، طبعا ده مش هيكون موجود في الايه، في الهيدروليكي. مضخة أو كومبريسور علشان أضخ الزيت أو أضخ الايه، الهواء. محرك كهربي أو احتراق داخلي عشان أشغل بيه المضخة. طيب عندي كمان صمامات للتحكم، تمام، التحكم في الضغط، في التدفق، في التصرف، في الاتجاه. طيب عندي الايه، الاوبريتور او المشغل اللي هو عبارة عن الاسطوانة او الايه، او الموتور اللي هيحول لي القدرة الهيدروليكية الى قدرة ميكانيكية مرة تانية. وعندي بقى مواسير وانابيب عشان انقل السائل من مكان الى. يبقى انا كل الفكرة ببساطة عندي خزان زيت اهو، خزان ده هيدي مضخة، المضخة هتدي السموم، السموم ده هيتحكم، ده مثلا وان واي فالف. عندي صمام تاني، صمام ده توجيهي يعني هيتحكم في هل الزيت يتحرك إلى النقطة دي ولا الزيت يتحرك إلى النقطة دي. لو اتحرك هنا، لو جه في هذا الاتجاه يبقى أنا كده الأسطوانة هتمشي كده. طيب لو جه في هذا الاتجاه، لو دخل من هنا، لو دخل من هنا يبقى الأسطوانة هتتحرك في هذا الاتجاه. هنا مثلا صمام تحكم في الضغط، يبقى ده صمام تحكم في الضغط، ده وان واي فالف، دي مضخة ترسية، ده صمام توجيهي أو صمام تحكم في الحرق الاتجاه بتاع الزيت. طبعا دي اللي هي الأسطوانة أو اللي بنسميه المشغل هنا أو الأوبريتور هنا. طيب هل احنا بنرسم دايرة زي دي في الحقيقة بالشكل ده؟ لما أجي أرسمها في الكتب مش هرسمها بالشكل ده. طيب مش هتيجي بالشكل اللي فات، بيبقى فيه رسومات معينة بتحكي محددة أو متفق عليها أقدر أرسم بيها الإيه؟ لا يبقى أنا مش هرسم الدائرة الهيدروليكية زي الطريقة اللي فاتت. أمال إيه، فيه رسوم ورموز، ورموز الرموز ديت متفق عليها وفقا للأيزو 1219 عشان تبقى سهلة لأي حد يقرأ الإيه، الدائرة الهيدروليكية. يبقى نفس الدايرة اللي احنا شفناها دي لما اجي ارسمها برسمها بالشكل التاني اللي قدامنا ده. طب ايه بقى الشكل ده؟ ادي ام فور موتور، موتور اللي هو موتور الكهرباء، دي شكل الايه، المضخ. طيب الدايرة الصغيرة والزنبرك او السوستة ده الوان واي فالف. طيب بعد كده ده عبارة عن صمام التحكم في الاتجاه أو صمام توجيه. طيب اللي فوق دي اللي هي الأسطوانة دي والمكبس ده، دي اللي هو المشغل أو الأوبريتور بتاعي. طيب هنا صمام التحكم في الضغط،
يبقى في رموز متفق عليها اقدر ارسم بيها الايه الدائره الهيدروليكيه بتاعتي. طيب انا دلوقتي عندي مجموعه من الحاجات دي قلنا الكومبوننت بتاعتي، في عندي بامب، البامب دي اهميتها ان هي تحول القدره حتى الميكانيكيه الى قدره هيدروليكيه. القدره الهيدروليكيه دي هتترجم في ضغط وفي تصرف. طيب عندي سلندر او موتور، السلندر او موتور دول هيبقوا عكس، دول مشغلات. المشغلات دي هتعمل ايه؟ هتعمل العكس، هتحول القدره الهيدروليكيه اللي هو هيجي لها ضغط وتصرف وهتحولهم الى قدره ميكانيكيه عباره عن حركه تردديه او حركه دورانيه. طيب في عندي تحكم في الكنترول دوت، هيبقى عباره عن ايه؟ الفالف اللي هو الصمامات بقى. في عندي دايركشنال فالف، دي تحكم في الاتجاه. في عندي بريشر، تحكم في الضغط. في عندي فلو كنترول اللي هو التحكم في التصرف. في عندي شيك فالف اللي هو ايه؟ وان واي فالف. في عندي سيرفو اللي هو ايه؟ اقدر مستشعرات بقى وسنسورز اقدر اتحكم في الايه؟ في الاتجاه. طيب كونداكتيف اللي هو حاجات موصلات، الموصلات دي زي ايه؟ المواسير بقى والايه والاكواع والاتيهات والكل اي حاجه للتوصيل، دي عباره عن كونكتورز. طيب في عندي فلاتر، جزء للوقايه او الصيانه. الوقايه او الصيانه زي الفلاتر، فلتر هواء، فلتر زيت، مبردات، خزان. ده كده كان الجزء الأول، وإن شاء الله هنكمل في الجزء الثاني بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في الجزء الثاني. كنا اتكلمنا في الجزء الأول عن النظام الهيدروليكي والنظام النيوماتي والفرق بينهم ومميزات كل واحد فيهم، وإمتى بستخدم هذا النظام وإمتى أستخدم هذا النظام. بعد كده اتكلمنا عن مكونات الجهاز الهيدروليكي وقسمناهم إلى أربع أو خمس مكونات. الخمس مكونات دول كانوا عبارة عن الجنريتيف أو اللي هي التوليد، اللي هي توليد القدرة الهيدروليكية من القدرة الميكانيكية زي المضخات والكمبريسور، وكوندكتيف أو موصلات اللي هنا الكعان والتيهات المواسير وما إلى ذلك. الكنترول أو التحكم سواء بقى صمامات ضغط أو صمامات توجيهية، مينتنس أو صيانة اللي هي بقى أجهزة الحماية من الضغوط المرتفعة. في موتورك اللي هي تحويل القدرة الهيدروليكية إلى قدرة ميكانيكية مرة ثانية زي الأسطوانات اللي هي قدامنا دي، أو زي الموتورز اللي هي الهيدروليك موتور. طيب يبقى دي مكونات الدايرة، أدي الجنريتيف، أدي الخزان اللي تحت، تبدأ بالخزان أو التانك. التانك ده هياخد الزيت، هيسحبه من عن طريق المضخة. المضخة دي اللي هي هتبدأ تحرك الزيت إلى، هنلاقي هنا جهاز التحكم في الاتجاه أو صمام توجيهي. الجهاز ده هيتحكم فيه، هل الزيت يروح للطرف ده من الأسطوانة أو يروح للطرف ده. لو راح لهذا الطرف، الطرف الأول اللي هو الأحمر، الأسطوانة هتتحرك في هذا الاتجاه. طيب لو الزيت اتحرك في هذا الاتجاه اللي هو الطرف الأزرق، هيبدأ المسطوانة تتحرك في هذا الاتجاه. طيب لو أنا هتحكم في الضغط والسرعين، في عندي الكنترول هتحكم فيه عن طريق إما تحكم حجمي أو تحكم من خلال المقاومة. الباور او القدرة ممكن اتحكم من خلالها في البريشر او في الفلو او اللي هو السرعان. فبنقول مثلا انا دلوقتي بتكلم عن التحكم في السرعان. طيب التحكم في السرعان ده بيكون بطريقتين. الطريقة الاولانية اللي هي الريزيستيف. الريزيستيف دي هتتم ازاي؟ كل الفكرة ببساطة ان انا هرجع جزء من السريان بتاعي. انا عندي مضخة، المضخة دي مثلا بتعمل
100 لتر في الدقيقة، أنا مش عاوز 100 لتر، أنا عاوز 50 بس، فهرجع 50 لتر مرة تانية للتانك. طب ده هيتم إزاي؟ هيبقى عندي أورفيس أورفيس فالف أو صمام بوابة، يعني صمام البوابة دوت هبقى مثلا فتحه نص فتحة، تلات أرباع فتحة، بحيث إن أنا هسمح للخمسين لتر الأولانيين إن هما يعدوا، والخمسين التانيين هبقى واخدهم في باي باس أو في مسار تاني يرجع أو مرة تانية للتانك. دي طريقة. طب الطريقة التانية اللي هي الفوليمتريك، إن أنا هيبقى عندي أصلا مضخة في البداية، المضخة دي لها variable displacement اللي هي المضخة دي تقدر تولد لي تصرفات مختلفة، وأنا أقدر بقى إيه أتحكم فيها إن هي تولد لي 50 أو 60 أو 70 زي ما أنا عاوز. طيب الحاجة التانية إن أنا أتحكم في البريشر. هتحكم في البريشر إزاي؟ هتحكم في إما برضو نفس الكلام الريزيستيف اللي هي الأورفيس فالف ده أو صمام التحكم ده، هقدر أتحكم من خلال فتحه وقفله في مقدار الضغط اللي واصل للإيه للمنظومة بتاعتي. أو الطريقة التانية اللي هي الفوليومتريك، إن هي عن طريق الموتور نفسه بيكون متغير فيديني تورك إيه مختلف. يبقى تورك الموتور نفسه هيبقى يتم التحكم فيه من خلال إن الموتور بيكون بيشتغل عند أحجام مختلفة. الموتور دوت على فكرة بيبقى عكس الهيدروليك بامب، بيبقى فيه عندي displacement pump، البامب ثانية واحدة اللي هي البامب اللي هنا دي عكسها تماما الموتور. البامب بتحول الميكانيكال باور تو هيدروليك باور، الموتور بيحول الهيدروليك باور الى ميكانيكال باور. حتى في الرسمة بتاعتهم هتلاقيهم قريبة من بعضها، او الرمز بتاعهم واحد فيهم دايرة والسهم داخل ليها كده سهم مظلل، دي بتبقى المضخة، العكس بتاعها بيكون الموتور. ادي شكل او رموز المضخات المختلفة. ولو المثلث رأس المثلث مش مظللة بيبقى دي كومبريسور، زي هنا كده ده كده كومبريسور، هتلاقي الايه رأس السهم مش مظللة. طيب في عندي مظللة في اتجاه واحد في اتجاهين على حسب اللي هي المضخة نفسها، هل المضخة دي ذو اتجاه واحد طيب السهم دوت السهم اللي هنا المايل ده اللي هو متغيرة الحجم تقدر تديني أحجام مختلفة أو تصرفات مختلفة. طيب لو هي لها راسين كده يبقى دي ذات اتجاهين، طيب لو لها راسين وسهم مايل برضو يبقى لها اتجاهين بس متغيرة الايه الحجم. طيب دي كلها المشغلات الاسطوانات بشكل عام، دي اسطوانة اللي هي الاسطوانة يجيلها زيت من الطرف ده فقط، ده هيبقى جاي من البمب، وبيضغط على المكبس اللي هو المكبس اللي هو مدهون دلوقتي اللي هو كده باللون الأحمر ده، ده المكبس هيتحرك في هذا الاتجاه. طب ايه اللي يرجع المكبس مرة تانية؟ الزنبرك أو السوستة. طيب في عندي يبقى دي اسطوانة مفردة الفعل يعني بتتحرك في اتجاه واحد مع ياي للرجوع، الطرف التاني دي اسطوانة مفردة الفعل بس رجوع يده، يعني العامل هيرجعها بإيده. طيب اللي هتلاقيها فتحتين دي، الفتحة اللي هي الحمراء دي والفتحة التانية اللي هي الزرقاء دي، دي كده مزدوجة الفعل. يبقى لو أنا دخلت الزيت من الطرف الأحمر هتتحرك في هذا الاتجاه، لو أنا دخلت الزيت من الطرف الأزرق هتتحرك في هذا الاتجاه، دي مزدوجة الفعل. طيب اللي تحتها مزدوجة الفعل برضو ولها ذراع من كل جانب، يعني في ذراع خارج من الطرف ده وذراع خارج من الطرف ده. اللي تحتها دي تلسكوبية، هتلاقي زي الاريال كده بتاع الراديو أو التسجيل، يبقى الجزء اللي هو الخارجي هيطلع وبعد كده الداخلي وبعد كده الداخلي، هتفضل بحيث إنها تفضل تتمدد. طبعا الأسطوانة مش لازم تكون صغيرة في الحجم، الأسطوانة اللي قدامنا دي أسطوانة كبيرة زي ما احنا شايفين، القطر بتاعها عبارة عن 1.28 متر أو 1.28 متر، القطر بتاعها حوالي 62 سنتي،
يبقى دي الفورس أو القوة اللي هي تقدر تولدها، تقدر تولد لحد 39 ميجا نيوتن. طبعا الميجا احنا عارفين ان هي 10 أس كام؟ أس 6. طيب زي ما قلنا المحركات أو الموتور شكله قريب جدا من شكل البامب. احنا شايفين هنا البامب كان السهم للخارج، هنا السهم للداخل، فده اللي ايه الأشكال بتاعة الموتور. يبقى البامب كانت السهم للخارج عشان هي بتطلع، أما الموتور زي ما احنا شايفين السهم للإيه؟ للداخل. طيب عندي برضو مرشحات، المرشحات أو الفلاتر مهمة علشان نتخلص من أي روائج. احنا قلنا قبل كده إن هي ميزتها إن هي بتزيت نفسها بنفسها، أو بتبقى فيه زي تزييت أو تشحيم ذاتي. فطبعا لو في الزيت دوت شوائب، اللي هيحصل إن هذه الشوائب هتبدأ تعمل تآكل لأجزاء الأسطوانة أو الأجزاء المتحركة، فلازم أنقي الزيت بتاعي من الشوائب. طيب الفلاتر دي في منها أنواع مختلفة، في منها أنواع مختلفة. في عندي فلاتر بتبقى موجودة على خط السحب دي، عشان طبعا الفلتر في الدورة بيكون شكله زي الرسمة دي، ده شكل الفلتر الشكل المعين وخط متقطع. طيب في منه أنواع مختلفة زي ما قلنا، في عندي فلتر على خط السحب عشان أحمي المضخة، في عندي فلاتر للعودة على خط العودة عشان الزيت اللي موجود في الخزان يكون نظيف، في فلتر على الخطوط اللي ضغطها عالي علشان أحمي الأسطوانات بتاعتي أو الموتور بتاعي، في عندي فلاتر على المسارات الجانبية، في عندي طبعا فلاتر الهواء علشان أحمي الخزان بتاعي والضغط بتاع الخزان إنه يحصل فيه سكشن أو يحصل فيه ضغط سالب. طبعا دي أشكال ممكن تكون سلك، شبكة، ورق، ألياف. طيب المضخات، في عندي أنواع كتيرة من المضخات ممكن تستخدم، مش هنتطرق ليها يعني بتعمق عشان ممكن تكونوا خدتوها في مادة مضخات. في عندي قلنا منها أنواع مختلفة، ما منها دوار أو بيهتم فيه بالسرعة الدورانية زي الترسية وزي الريشية وزي الحلزونية، في منها ترددي، الترددي زي المقبسية أو المحورية، مقبسية محورية أو مقبسية نص قطرية. طيب يهمني في المضخة إن أنا أعرف الضغط بتاعها قد إيه، الكيو بتاعتها قد إيه، القدرة اللي محتاجاها قد إيه، ظروف السحب، خط السحب بتاعها لازم يكون ارتفاع قد إيه أو طوله قد إيه، الإفشنسي بتاعتها سواء الكفاءة الحجمية أو الكفاءة الميكانيكية بتاعتها قد إيه، الزوجة اللي هي تقدر تشتغل فيها، الزيت اللي هو فيها ده يكون زوجته قد إيه. طيب احنا قلنا في عندنا الحجم الهندسي، وفي عندي سرعة الدوران، الكيو اللي هو التصرف بيساوي حاصل ضرب الفي في الان، الحجم الهندسي في الان اللي هي السرعة الدورانية باللفة على الدقيقة أو اللفة على الثانية، يبقى الكيو بتاعتي اللي هو التصرف باللتر على الدقيقة. الحجم الهندسي عبارة عن ايه؟ الحجم بتاع المضخة نفسها بالوحدة حجم على الدقيقة، وقلنا الان اللي هي السرعة الدورانية باللفة لكل دقيقة. طيب الحجم الهندسي هل بيختلف؟ هنلاقي في هنا الحجم الهندسي ممكن احسبه في حالة
المضخة المكبسية من حجم الشوط، حجم الشوط بتاعي اللي هو مساحة المقطع في طول الشوط نفسه، اللي هو المسافة بين النقطة المائية العليا والنقطة المائية الإيه السفلى، اللي هي الإيه الـ H. الأريا اللي هي مساحة المقطع بتاعتي اللي هي باي آر سكوير أو باي على 4 دي سكوير، يا إما باي آر تربيع أو باي على 4 دي سكوير. طيب بالنسبة لي مثلا مضخة ترسية زي كده، المضخة الترسية يهمني فيها الزيت بيختزن بين الترسين، شايفين حتة الجزء اللي بيتظهر بالأزرق دلوقتي ده والجزء اللي بيتظهر بالأزرق ده، الزيت هو اللي بيبقى مختزن جواه. فالفكرة كلها إن الزيت هيدخل من الطرف ده، هيبدأ يدخل بين الترسين، بعد كده الترس بيلف هياخد الزيت وينقله للإيه للطرف التاني. فعشان كده بنقول الحجم الهندسي عبارة عن الـ VZ اللي هو الجزء المحصور بين الترسين، في زد اللي هو عدد أسنان الترس، في اتنين لأن بيكون في عندي جزء مختزن في هذا الطرف، الطرف رقم واحد، وفي جزء تاني في الطرف التاني اللي هو الطرف ايه رقم اتنين، وطبعا الاتنين دول كلهم موجودين في مضخة ترسية ايه واحدة. فيبقى في زد اللي هي المسافة أو الحجم بين الترسين، في زد عدد أسنان الترس، في اتنين اللي هو في عندي ترسين أو في عندي طرفين. طيب ممكن برضو نتكلم عن، قلنا قبل كده إن المضخة بتحول القدرة الميكانيكية إلى قدرة متمثلة في الضغط والتسرع. في عندي مضخات دورانية مختلفة زي الترسية والريشية والمكبسية نص قطرية أو مكبسية محورية، في عندي حلزونية. طيب ده لو احنا هنقسمها للأنواع بتاعتها، ممكن نقسمها بناء على التصرف إلى ثابتة الحجم الهندسي هتديني تصرف ثابت، ومتغيرة الحجم الهندسي مديني تغير إيه تصرف. دي كل نوع من أنواع المضخات بيديني ضغوط قد إيه. طيب المضخات الترسية، المضخات كلها في الدورة هتاخد الشكل ده، اللي هي الدايرة اللي جواها مثلث، المثلث طالع السهم بتاعه لبره عشان يبقى فيه طرف للسحب جاي من التانك وطرف تاني رايح للإيه للمشغلات. طيب الأول نوع من أنواع المضخات، المضخات الترسية، في منه تروس، في مضخات ترسية ذات تروس داخلية وذات تروس خارجية. ده ذات التروس الداخلية، فكرة العمل ببساطة بيكون في عندي ترسين، الترسين دول مش محور واحد، فالاتنين بيتحركوا بيلفوا في اتجاه واحد، فهيكون في عندي الزيت هيدخل في هذا الاتجاه، هيبدأ يدخل هنا، فجزء منه هيتحجز بين أسنان الترس الصغير وجزء تاني هيتحجز ما بين أسنان الترس الكبير، والاتنين بيلفوا في هذا الاتجاه لحد ما نيجي هنا هيتجمعوا مع بعض يبدأوا إيه يوصلوا للمخرج. هرفع لكم بإذن الله مجموعة من الفيديو أو اتنين لفكرة عمل الإيه المضخات، برغم إن أنا عارف إن أنتم ممكن تكونوا خدتوها في مادة الإيه المضخات. العمل طيب ذات الأسنان الخارجية، دي زي الشكل اللي قلنا قبل كده، الزيت هيدخل من هذا الاتجاه هيبدأ يختزن ما بين الأسنان هنا، الترس ده هيتحرك في هذا الاتجاه والترس ده هيتحرك في هذا الاتجاه، هيتجمعوا هنا ويبدأ يخرج في هذا الاتجاه. الشكل بتاعها في الحقيقة أو شكل طيب المضخات الريشية،
زي اللي قدامنا دي، بيبقى في عندي مجموعة من الريش اللي انا مثلا باللون الاحمر دلوقتي كده. الريش دي بتبقى على سوست، يعني في تحتها سوستة هنا في اللي هي مثلا عملها باللون الازرق ده. فالريشة دي قابلة ان هي تدخل وتخرج. طبعا الريشة دي مش في النص بالظبط، مش في السنتر، بحيث ان يبقى في اماكن الغرفة بتاعتها صغيرة وأماكن تانية الغرفة بتاعتها كبيرة زي الشكل اللي قدامنا. في عندي المضخة دلوقتي بتتحرك في هذا الاتجاه، فالزيت هيدخل من هنا، ده خط السحب، هيبدأ يحتجز ما بين الرشتين هنا. بعد كده الريشة هتبدأ تتحرك في هذا الاتجاه لحد ما نيجي في الطرف ده، هنخرج الايه الزيت مرة تانية. وبرضه ايه بحط فيديو آخر لتسهيل وتوضيح فكرة العمل بتاعي. في منها نوعين، منها ما هو حجم متغير. المكبسية المحورية دي، المحور المائل بتاعها ده بقدر من خلاله أتحكم في التصرف بتاعي. ممكن يكون الحجم الهندسي بتاعها صفر لو هو عمودي تماما، كل ما بيميل أكتر كل ما بتزود الإيه الحجم الهندسي بتاعها. وبرضه هنتكلم عنها بحيث إن أنت تبقى فاهم فكرة العمل في الفيديو. ده الشكل بتاعها في الحقيقة. ادي المحور المائل اهو اللي هو نظام باللون الأزرق ده، ادي المكابس بتاعتها اهي. طيب الفكرة كلها بسيطة، ايه في عندي طرفين، طرف اللي هو هنا بيكون طرف للسحب وطرف للايه للضغط. يبقى دي مكبس، مكبس عادي. المكبس دوت بيبقى له فتحتين، فتحة للسحب وفتحة للطرد. فهنفترض مثلا هنا في هذا الاتجاه بالمكبس اللي هو ندهنه مثلا باللون الأزرق ده، خلاص طرد الزيت اللي فيه. طيب المحور ده بيلف، فهيبدأ ياخد وضع جديد المكبس كأنه شوط سحب، بيعمل ساكشن 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 لحد يوصل للون الأحمر. يبقى كده ايه خد كل كمية الزيت اللي يقدر يسحبها. وبعد كده هيلف مرة تانية بحيث ان هو المكبس بتاعي الحجم بتاعه يفضل يقل تدريجيا لحد ما يوصل للشكل الأسفل. وزي ما قلنا هنحط فيديو لتسهيل توضيح فكرة العمل الايه. مش هنحفظ اللي هو القوانين اللي هي الكبيرة زي كده. المضخة الحلزونية شديدة زي الشكل اللي قدامنا ده، برضو نفس الكلام، الزيت هيدخل من الطرف ده هيحتجز في الحلزون. الحلزون ده عامل زي ايه لو انتوا فاكرين مثلا المكنة بتاعة البسكويت او المكنة بتاعة فرم اللحوم. انت بتدخل العجينة بتاعة البسكويت او اللحمة في طرف وبتبدأ تمشي في الحلزون دوت لحد ما توصل للطرف التاني. لحد هنا نتوقف في الجزء التاني في الجهاز الهيدروليكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.